يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من كلامكم عن الحارث المحاسبي أنه لا مانع من قراءة كتب أهل البدع والعقلانيين وأخذ ما فيها، وذلك من قبل الشباب الصغار للاستفادة منها؟ إذا صرت مثل شيخ الإسلام من الإحاطة والمعرفة والإتقان ما يخالف، أما إذا صرت مسكين ما تعرف هذه الأمور يخشى عليك، يخشى عليك من الاغترار بها. أما إذا كان عندك تمكن في العلم ومعرفة من للحق من الباطل فلا بأس بالمطالعة. ولهذا يقول ابن القيم في النونية في هذه الكتب، يقول فانظر ترى، لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان. يقول نرى لك تركها، لكن إن بغيت تنظر فيها ترى ما فيها من المقالات وتطلع عليها وأنت عندك تمكن فلا بأس. فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان. نعم.